هلو بيوري، رمضان كريم، مرحبا بكم في برنامجكم بوكو بيوري على شوف تي في انفلونس. ضيف جديد وكيف ما العاده تشالنج جديد. ضيفتنا اليوم حليمه ملوكي. شكرا، مرحبا بك حليمه. بارك الله فيك، ربي يخليك. انا فرحانه بزاف حيت كاينه عاوتاني معايا اليوم. شكرا، ميرسي. انا فرحانه. الو غادي نمشيو نتعرفوا على لو تشالنج اليوم. ان شاء الله غادي نخدموا كايلي جينر ميك اب. اوكي، غادي نتانسبيرو من هذا اللوك اللي هي دايره في، حاولت تخدم هذا الكورنر هذا بالديك الغوز اي لاينر اند ليبستيك عادي نيود. اوكي ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اول حاجه كنديروها راكي عارفاها، كندير اصعب حاجه غادي ندير ماكياج. الوغ حنايا كندير ماكياج حليمه. البرج ديالك؟ برج ديالي ميزان. الميزان يا الميزان. إيه. طول ديالك؟ 1.68 1.67. داكور، المهم ما كنعرفش بالضبط. اللون ديال العينين ديالك؟ مارون فونسي. مارون فونسي. اوكي، البلاصه فين تزديتي؟ محمديه. تحيه الناس ديال المحمديه. على باش هدينا غادي نكملوا ونرجعوا لكم. رجعنا لكم بعد ما كملنا وديما كاينه انا وحليمه والجمال بدا كيبان. جمال طبيعي. على غادي نمشيو ليشان، غادي نختاروا الفونديشن اللي غادي نستعملوا. اوكي، سو انتي اختاري ريفيرونس لا تخدمي بها. وغادي نسولك حليمه، غادي نقول لك كيفاش جاتك الفكره ديال ديري الفيديوهات فوق طابيغولو. انا في الاول اول مره غير قلت زعما غير قلت نجرب، ماشي زعما بغيت زعما نديرها صافي. قلت نشوف لا فيديو كيفاش غادي تخرج. ايوا لما اللي درتها بارطاجيتها عجبتني، شفت الناس عجباتهم. انا كنت ناوي ندير غير مره زعما، مي بان لي عجبتني صافي وانا نكمل. تبارك الله عليك، زعما هاد الفكره اول مره كنشوفوها في المغرب. صدقات لي زوينه. سو واللي ما كيعرفوش الناس سي كنتي كوتش دو سبور. كوتش دو سبور. اييه مزيان. داكشي علاش عندي طابي. انا بقيت في ميم كونسيبت زعما راني ماشي بدلت. وعندك ديك الطاقه تقدري انك تبدلي ديري الاوتفيت ديالك فوق طابيغولو. وي اوكي، جاتني ساهله حيت انا جاتك ساهله. وي اكزاكتومون. الوغ غادي نمشيو نيشان، غادي نبداو نابليكيو الفونديشن ديالنا وغادي ندوزو الفقره. فقره واش عمرك. اوكي اوكي، واش عمرك يا حليمه كنتي كتصوري الفيديو ديالك فوق طابيغولو وانت طايحي؟ هاد لا كيسيون كلشي كيسولها. ما عمرك ما طحتي؟ لا الصراحه عمرني ما طحت، غير هي كيتجيني صعيب بالقفطان. قفطان ولا تكشيطه كنلقى صعيب عليا انني هذا، ولكن اللباس العادي لا، غير كنتاكل بالقفطان. ولكن نطيح في مره لا. تبارك الله عليك. شكرا. واش عمرك ضربتي في المدرسه؟ لا كنتي صغيره جامي. انا انسانه ماشي ما كنضربش، مسالمه مسالمه. واش عمرك سرقتي شي حاجه وانت صغيره؟ واحد المره في مرجان كنت باغا نشري واحد الصباغه وانا صغيره. اها. وماما ما بغاتش تشريها ليا، وكنت باغا نهز زعما غادي نشفر. هزيتها وهي تشوف ماما عندي، قالت لي انت راه بغيت زعما صافي. بقيت كنحاول نخرج راسي، ما كانت محاولة يعني. محاولة ما صدقات. ما صدقاتش. اوكي، واش عمرك حرقتي الضو الحمر؟ لا لا. واش عمرك دابستي مع شي استاذة؟ لا. قلتي لي مسالمة. مسالمة راه قلتها لك. اوكي، سو مشاهدينا غادي نكملوا ونعاودوا نرجعوا لكم. رجعنا لكم بعد ما كملنا انا وحليمه لوتان ديالنا، خدمناه، درنا الكونسيلر، درنا الكونتور،
باودر من تحت العين، غادي ندوزو دابا للعوينات. اوكي كي هو اللي طالع عليه اصلا هذا اللوك كامل على داك العين. على غادي نمشي وكيف ما هي دارت حاولت هاد الكورنر هاد وتخدمهم داك الغوز ودارت ايلاينر سامبل عادي وغادا نمشي وغادا ندوزو لواحد الفقره سميتها لو خيروك. اوكي كضحكي اختيار صعيب الاختيار. على غادي نمشي وغادي نقول لك الا خيروك ما بين الليل ولا النهار. النهار النهار تفضلي الليل على النهار. اوكي الا خيروك ما بين تحسني حجبانك ولا تعيشي الشهر بلا تليفون. واو نقدر نحسن حجباني بويسكو غادي ندير ميكاب ياك ما يحبسوش عليا ميكاب. لا ما يحبس صافي حسني الحجبان مهم التليفون يبقى عندك. ضروري. اوكي صافي دابا صعيب الحياه بلا ميك بلا تليفون. ما تقدريش. الوغ الا خيروك ما بين تحضري في العرس ديالك بلا مشطه ياك كيف ما تفيقي تدخلي بشعرك بحال هكاك ولا تحضري بلا ميكاب. نحضر بلا مشطه. اوكي ماشي بلا ميكاب. على تفضلي الميكاب والمشطه ماشي مشكل. ميكاب هو كلشي الوجه هو كلشي الشعر نقدروا نديروا فيه اي حاجه معلوم. الوغ الى خيروك تفيقي الصباح تلقاي عنكبوت في الفراش ديالك ولا تكوني كدوشي تدخل عليك فار. نكون دوش ويدخل عليا فار باش ما كتخافيش من الفيران. مش ما كنخافش منهم ولكن الا كان الاختيار ما بين الفار وهذا جو بريفير اوكي الفار اكثر من الرتيله سورتو فراش يعني انا باقا ناعسه وهذا صعيب شويه. حسيت بي الوغ الا خيروك تبقاي غاده في الزنقه وكتغوتي ولا اول واحد جاك في الطريق ترفقي. ما فهمت. الا خيروك ما بين تبقاي غاده في الزنقه كتغوتي بحال شي مسطيه زعما تغوتي بوحدي ولا اول واحد جاك في الطريق غادي تصرفقيه. اول واحد جاك في الطريق نصرفقه. ودايوغ فايته مجربه. فايته مجربه ولكن كنت باقا صغيره كنت كان بحال كنجرب البيسيكليت اول مره. اوكي وجا واحد الدري هو ولد الدرب ما زعما ما داصراش عليه ما كنعرفوش بزاف. اوكي وجا قدامي وانا ديك الساعه يلاه كان وجد وهذا وملي وقف عليا وانا نهز يدي وانا نصرفق هو راه كبير الراجل ما شعرتش. اصلا انت اختي كنت صغور عندك الحق ديري اي من الصغر. الو حنايا خدمنا فين وصلتي؟ انا يلا قديت هذا. اوكي جادور زوين المهم زوين. الو كيما العاده غادي نكملوا ونعاودوا نرجعوا لكم. ورجعنا لكم مشاهدينا من بعد ما كملنا العينين حاولنا حطينا ديك الايلاينر كملنا هاد الغوز في هاد الكورنر هذا. انا جادور ميرسي جادور تبارك الله عليك. الو غادي نمشيو الماسكارا. اوكي غادي نسولك حليمه شنو هي الحاجه اللي كتبكيك اولا الكلمه الا تقالت لك كتبكيك الكلمه الا تقالت لي الكلمه بالضبط ما كايناش ولكن يبكيني ان بنادم ما يكونش اونيت معايا ما يكونش اوكي يعني مستقيم. شنو هي الكلمه اللي كتقوليها بزاف كتعاوديها؟ كنعاودها بزاف صراحه مش كلمه اللي نعاودها بزاف ما كايناش. ما كايناش صراحه. اوكي الحاجه اللي كتعصبك؟ الوقت بنادم ما يكونش عنده مع الوقت كنرجعوا لنفس بنادم ما يكونش اونيت. اوكي اخر مسلسل تفرجتي ليه؟ اخر مسلسل تفرجت فيه هو يو يو لا ديرنيغ سيزون اوكي سو اخر اغنيه سمعتي ليها؟
اخر اغنيه سمعتي لها؟ سمعت ليها ديال ماريا كاري، واحد الاغنيه راه قديمه ولكن رجعت طوندونس في تيك توك. وقلا اتس راب شي حاجه بحال هكا. اوكي انا كنت عزيزه عليا ماريا كاري فاش كنت صغيره. اوكي كلنا صوت زوين. شنو هي لافوبي ديالك؟ لافوبي ديال حليمه. لافوبي ديالي كنخاف من اي حاجه الصراحه ما مجرباهاش، يعني لا بروميير فوا كنخاف، ولكن اون فوبي فوبي ما عندي الصراحه، ما كايناش اون فوبي. اوكي حليمه فين وصلتي؟ انا راه باقا مضاربه، حيت انا المشكله اللي عندي هي الشفار. الشفار ديالي مع صغار كيخصك وقلال كيبغيو خدمه بزاف. واه اوكي سو مشاهدينا غادي نكملوا ونرجعوا لكم. رجعنا لكم بعد ما كملنا انا وحليمه، خليت على خاطرها تخدم الماسكارا. الوغ غادي نمشيو للهايلايت. انا بعدا هذه هي المرحله اهم حاجه، اهم حاجه، اهم حاجه. وغادي نسولك، غنبغيك تعاودي ليا شي ستوري كتضحك. غادي نعاود لك ستوري عندها علاقه بالميك اب نيتس. يلا عاودي ليا. كنت صغيره كنقرا في لاكريش، يعني باقا صغيره ماشي تاع الميك اب. ايوا كتبان ليا خالتي كدير ميك اب صافي. قلت ما عرفتش شنو طاح لي في بالي، قلت الصباح نوض نديرو، هي غادا تديني المدرسه، ماما ما كانتش هي اللي غادا تديني. اوكي ايوا فقت دخلت للدوش، جبت العكر ديالها احمر نيتس درتو وقلت لها يلا عادي بحال زعما ما دايره والو. قلت لها يلا ويد شي ماما كتقول لي شنو هذاك الشيء اللي فمك دايره؟ قلت لها ما دايره والو. كتقول لي قلت لك شنو دايره؟ قلت لها ما دايره والو. دابا هما عرفوني راني دايره ولكن بغوني زعما نعترف، يعني علاش كنكذب؟ اقول انا راه شفتها غير خالتي. ما عرفتش انا اصلا، ماما كانت قبيحه، انا كنخاف منها، يعني ديك الساعه كانت بلونطا صافي. بقيت كنقول لها ما دايره والو ما دايره والو، وماما بغات تضربني، وهي تجي خالتي زعما بغات تفهمني. قالت لي شوفي قولي غير الصراحه، قولي الصراحه. وماما شداني بحال هكا، انا ما عارفه شنو هي كلمه الصراحه ديك الساعه، وبالخلعه وانا نقول لها الصراحه الصراحه. قلت الصراحه حيت ما عرفتهاش وخلوعه. كنقول صافي وما وقفتش عليا ونقول زوينه عندك الصراحه. هذاك حليمه انا جاتني واحد الخبر بالله كدندني، عندك واحد شويه السويت على قد الحاله في الدوش. شوف خاصني الدوش باش تسمع زوين. لا لا غادي تغني لي المتابعين ديالك، صدم المتابعين ديالك. واخا يلا. وحشني ايه من دني دايبة فيه، انا هموت عليه والله روحي فيه، واما بشوف عيني يدق قلبي وخبي ليه والنبي فيها ايه، انا اللي حاسه بيه بتقول كلام عيني يقول ما عقلتش يكون علقني بيه يدق قلبي. تبارك الله عليك عندك السويت. ميرسي. عرفتي كنت باغي نصيب فمي ومعاك نغني ما قدرتش نصيب. على غادي نقول للمشاهدين غادي نكملوا ونرجعوا. رجعنا لكم بعد ما كملنا، وهذا كان هو اللوك فينال انا وحليمه. تبارك الله عليك حليمه. تبارك الله عليك حتنتي. لا لا ما جاني موقف. لا 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 ما تقوليش هكاك والله. لا تبارك الله عليك. جبر كيفاش حتى الطريقه كيفاش كتخدمي لو ميك اب ديالك كلين، كتعرفي شنو كديري. تبارك الله عليك. كنحاول. كتحاولي. الوغ غادي نمشيو لاخر فقره واللي هي فقره غنائيه. غادي نعطيك ثلاثة ديال المغنيين، اختار لي انت منها مغني واحد كيعجبك. اوكي واخا. الوغ الى عطيتك مجد المهندس
ولا حاتم العراقي ولا حسين الجسمي؟ ماجد المهندس. ماجد المهندس. الوغ ماجد المهندس غادي نحاولوا نختاروا من عنده واحد الاغنيه ونغنيها. اوكي يلا ليتس جو. الفاتنه اللي على قلبي تموت صباح الخير ولا الخير هي نظرتني وسلهمتني بالعيون الغزل والشوق واسرار الحكي الفاتنه اللي على الدنيا مشت كني ما به مثلها حتى مشى الكلام العذب لا منها حكات من حلاها فز قلبي وانتشى. تبارك الله عليك. ميرسي بوكو. صوت دافئ وحنون. ميرسي بوكو حليمه. ميرسي اتوا. وكان لنا شرف انك تكوني حاضره معنا اليوم. شرف ليلي. ميرسي بوكو. ما سخيتش بك حتى انا. دازت حلقه زوينه معاك وما سخيناش بكم مشاهدينا. غادي نقول لكم تلقاونا في حلقه جديده مع ضيف جديد وتشالنج جديد. السلام عليكم.